وإلى مدار البرلمان، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن توازن القوى بين معسكري اليمين من جهة والوسط يسار من جهة ثانية لم يتغير، بيد أن المعادلة قد تنقلب في حال انضمت القائمة المشتركة إلى المعسكر الثاني، الأمر الذي لم يستبعده رئيس القائمة أيمن عودة. إلى ذلك، وقعت أحزاب على اتفاقية فائض أصوات، وهو ما حصل في حالة حزبي ليكود ويمينة وحزبي كحول لافان وإسرائيل بتينو. وتنضم إلينا الزميلة الصحفية أحلام عثمان. أحلام، ما آخر الاستطلاعات حول الانتخابات المرتقبة الإسرائيلية؟ استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن هناك تأرجح في ميزان القوى الأحزاب الإسرائيلية، فقد رجحت كفة ميزان الأحزاب اليمينية والخريديم في بحسب استطلاعات الرأي، فإنها ستحصل على 57 مقعدا، ولكن هذا دون حزب إسرائيل بيتينو. أما على أحزاب اليسار والوسط، فقد أظهرت الاستطلاعات أنها ستحصل على 43 مقعدا، وهذا دون القائمة المشتركة. وهناك من يرى على أن من الصعب على بيني جانس وبنيامين نتنياهو تشكيل حكومة مع هذه التحالفات الموجودة. رغم أن الحزبين الأكبرين كحول لافان والليكود يحصلون على نفس العدد، تقريبا 30 مقعدا. نعم، 31 مقعدا، ولكن هناك من يرجح فيما أن تلاشى الخصام ما بين بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، فسوف يستطيع بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة. ووفقا للاستطلاعات، اظهرت ايضا التمثيل الاحزاب في الكنيسة بعد الانتخابات، ووفقا لهذا الاستطلاع فالليكود سوف يحصل على 31 مقعدا، حزب يمين 11 مقعدا، يهدوت هاتورا 8 وشاس 7 مقاعد، واخيرا اسرائيل بيتينو 9 مقاعد. هذا فيما تحدثنا عن احزاب اليمين. اما في المعسكر اليسار فكحول لافان يحصل على 30 مقعدا، المعسكر الديمقراطي على 7 مقاعد، تحالف العمل وجيشر 6 مقاعد، والقائمة العربية المشتركة 11 مقعدا. طيب، تحدثي أحلام عن فيكتور ليبرمان زعيم إسرائيل بيتينو، هناك اتهامات كثيرة تواجه له بأنه يسار، وذلك على بسبب اتفاق فائض الأصوات الذي وقعه مع حزب أو مع تحالف كحول لافان، وأيضا نفس الاتفاقية وقعها حزباء الليكود ويمين. لو تحدثين عن اتفاقيات فائض الأصوات. اتفاقية فائض الأصوات هذه تنص على أن الحزب الذي لا يستطيع أخذ مقعد في الكنيسة سوف تذهب أصواته إلى الحزب الذي يوقع معه الاتفاقية، لكي لا تذهب الأصوات عبثا وسدى. فأكد ليبرمان على أن هذه الاتفاقية هي ليست بتحالف مع كحول لافان، وإنما أصواته سوف تذهب إلى الحزب كحول لافان. وأيضا لكن هي تحالف من تحت الطاولة أو خلف الكواليس كما يقول البعض. نعم، لا، ربما هذا ما سنشهده، أو سوف يكون هناك تغير في التحالفات في الأسابيع المقبلة قبيل الانتخابات. طيب أحلام، ننتقل إلى الجزئية الأخيرة، وهي القائمة المشتركة هي توجهت إلى النخب الإسرائيلي، ورئيس القائمة أيمن عودة لم يستبعد الانضمام إلى الائتلاف الحاكم لكن بشروط، ما هي؟ وهذا تحول تاريخي في موقف الأحزاب العربية. نعم، هذا تحول تاريخي في نسق الأحزاب العربية، وهذا إن أقدم على هذه الخطوة فسوف يكون للمرة الأولى هناك تحالف ما بين الأحزاب العربية وائتلاف الأحزاب الإسرائيلية، ولكن هناك شروط لرئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودي بأن يجب تحسين ظروف المجتمع العربي من ناحية التخطيط والبناء الرفاه، وأيضا إلغاء قانون القومية، بالإضافة إلى استئناف المفاوضات السياسية مع الجانب الفلسطيني. وأيضا القائمة العربية تريد أن تذهب إلى الناخب اليهودي من خلال حملتها باللغة العبرية التي سوف تطلقها في مدينة تل أبيب، وسوف يحضر أيضا لها مؤتمر في مدينة تل أبيب للتوجه للناخب الإسرائيلي. نعم، أننا جميعا نريد المساواة. نعم، تريد المساواة، وتريد أن يكون هناك تغيير نوعا ما في السياسة. وأيضا هذه المرة الأولى التي نرى بها أن هناك حزبا عربيا أو أحزاب عربية تتوجه إلى الناخب اليهودي الإسرائيلي. أحلام عثمان، الصحفية في I24 News، شكرا جزيلا لك. عفوا.